مين اليوم موضوع كتير مهم بدنا نحكي عنه، بهم كل الصبايا والسيدات. اليوم عم نشوف المرأة هي شريك في بناء المجتمع، مستقلة، عم تأخذ وقت سنوات طويلة في الدراسة والعمل. فدائما السؤال بيقولوا لها مجوزة ولا لا، ليش لهلا ما تجوزتي؟ مفهوم كتير للأسف مطروح بمجتمعنا، وأنا ضد هي الكلمة بشكل كتير كبير. تأخذتي بالزواج بس هلا بيقولوا لك مثلا عانس أو معنسة، كلمة كتير سيئة إلى أثار نفسية جدا على الصبية والسيدة. لازم تفكر مليون مرة قبل ما تسأل أي صبية، لأنه كل حدا عنده حياته الخاصة. وعم نشوف يمكن العصر اليوم اختلف نيرمين، الصبية ما تتجوزت بعمر العشرين، لا، هلأ عم نشوفها بعد 30 عم تكون عم تأسس يمكن حياتها الدراسية والمهنية. لكن للأسف كتير مفاهيم خاطئة بمجتمعنا بتأثر بشكل سلبي كتير على الصبايا. قديش إلى آثار سلبية، قديش فينا نحن نتعامل معه، وقديش المحيط بيلعب دور لدعم كل الصبايا والسيدات اللي هلأ يمكن ما تجوزوا أو ما لقوا يمكن ابن الحلال. خلونا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتورة ياسمين الشلبي، اختصاصي اجتماعي نفسي. يسعد صباحك أو أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. عبارات كتير بنشوفها بالمجتمع، فات القطار أو بأي مناسبة اجتماعية فورا السؤال بتوجه للصبية، إمت بدنا نفرح فيكي. فخلينا نسألك، وبالزمن الحالي في سن معين للزواج على أساس نحن بنحدد هاي البنت تأخرت ولا لا؟ في معايير معينة، ومين بيحدد هذا الزمن؟ تمام. هلأ العنوسة إذا بدنا نبدأ فيها كلفظ، هي وصف اجتماعي، يعني هو وصف اجتماعي موجود لحتى يوصف مو بس المرأة والرجل كمان، يعني يطلق على احنا ما نعم. شفنا لهلا ما بيقولوا ابدا كلمه معنس، كله بيقول للصبيه. اذا قالوا من باب المزح يعني مو مستحيل، مستحيل يعني. طبعا هلا لانه في ثقافه مجتمعيه معينه هذا اللي عم فهي موسومه فيها المراه، ما موسوم فيها الرجل. بس هي للاثنين. حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اكدت انه نحن وصلنا لنسبه 70% يعني من حالات تأخر الزواج. تماما، حالات تأخر الزواج. هلا المفترض انه نحن ما نلفظ هذا اللفظ لسبب، لانه نحن اساسا فهمانينه غلط. يعني مفهوم العانس هي اللي ما تقدم لها نهائيا اي شخص، وليس اللي هي تأخرت بالزواج. يعني في فرق كلمة كبير، كلمة ثقيلة، فبديله هي العزباء، هي العزباء فقط نحن فينا نقولها. هلأ أكيد في ناس تخطوا هذا اللفظ، يعني أحيانا صحيح. بيوصل لمرحلة الواحد أنه ما بقى يهمني، بس في ناس أكيد في عندهم هشاشة نفسية والكلمة بتجرحهم. تمام. هلأ المعيار اللي هو بيحط رقم معين هو المجتمع. يعني مثلا نحن من زمان كان عمر مثلا 17-18 أنه خلص، أكثر من هيك في مشكلة صار عندهم بالبنت. هلأ لا، لل 25 واحيانا لل 30 واحيانا بيزيد هذا الرقم. فكل مجتمع بحدد معيار معين حسب، يعني حتى بين ريف ومدينه بيفرق. فهي ما لها ثابته كقواعد. صحيح. ثابته حتى بالبلدان مختلفه. صحيح. هي بالنسبه لفكره العنوسه بالعموم، يعني حتى هي جايه من فكره انه هي الصخره بالمية الراكده، يعني كلفظ موجود باللفظ موجود بلسان العرب كتدقيق للمعلومه. من كل الفكره قديش نحن في الى اسباب هي العنوسه ادت بواقعنا وبمجتمعنا، قديش نحن فينا نساعد ولوين بدنا نوصل. في اثار سلبيه اكيد مثل ما ذكرتي حضرتك، في اثار سلبيه جدا نفسيه على الطرفين، ولو نحن ما عم نلفظ العانس للرجل بس هو موجود اللفظين الاثنين. مثلا منا عندنا مشكلة العادات والتقاليد، قديش في عندنا عادات وتقاليد بالية بمجتمعنا وما حدا عم يساهم بانه نحن نغيرها او نحن نطور بمجتمعاتنا. مثل هي موروث شعبي للاسف، يعني موروث. احنا لما نقول الصبيه كانت قبل تتزوج ب 13-14 كان في احتلال وفي ثقافات تماماً. هي اساسا بعيده عن مجتمعنا فصارت تمام. موروث مزبوط. يعني هي تم تداولها كموروث، هي اساسا بعيده عن كل العادات والتقاليد دي. صح. يعني بنعرفها. تمام. وبدنا ننتبه هون لنقطه قبل ما نحكي عن العادات والتقاليد، انه في صبايا هي صح صغيره بالعمر بس هي قادره انها تفتح بيت. يعني صحيح. كمان هون في عندك نسبه انه لا هي قادرة تأسس وقادرة يكون عندها أطفال وقادرة وقادرة وقادرة. فعمليا في ناس وصلت ل 30 و 35 بس هي غير قادرة وغير واصلة مرحلة النضج. فهم مختلفة حسب العيال وحسب التربية وحسب التنشئة الاجتماعية، بدنا نحطها بعين الاعتبار هي. بس بكل الأحوال نحن بدنا نحاول أنه ندور على الأسباب لنحاول نحاول
نحلها، يعني لانه في اشياء نحن بايدنا نحلها وفي اشياء نحن ما لنا علاقه بدها شيء مجتمعي كامل. الاشياء اللي فينا نحلها تمام. بعرف اليوم لما نقول نسبه 70% في اسباب ما فينا نحلها اللي هي المعيشيه طبعاً. اليوم في صعوبه كثير لاي حدا بفكر يرتبط تمام. بس الاسباب اللي هي اساسا في عندنا بوادر حل الى شو هي هلا كل الاسباب في لها حل بس منه ما يتعلق فينا منه ما يتعلق بغيرنا رح نحكيهم كلياتهم. اول سبب اللي هو العادات والتقاليد، قديش احنا هلا بالذات بهي الفتره في غلاء مهور مو طبيعي، يعني قديش احنا صارت الانثى صارت في موضوع سلعه، صارت يعني انه انا لا بدي ارقام معينه. ليش؟ لانه الوضع الاقتصادي ما هو طبيعي. هذا الشيء ما بتفكر فيه لانه في عندنا هون تشوه للمعنى المعرفي للفكره. يعني كيف يعني؟ يعني أنا لما بقول أنه بدي مصاري لأنه مثلا بنتي حلوة ولا بنتي موظفة ولا بنتي إلى آخره ولا لأنه الوضع الاقتصادي ما أنا تمام، معناتها أنا عم ساوم، معناتها في عندي مشكلة بتقدير الذات، أنا عم قدرها من خلال هاي القصص اللي أنا عم قيمها من خلالها، وعندي مشكلة تانية بحماية الذات. كيف يعني؟ أنا لما عم بيجي أطلب أشياء لتأمنها قول أنا مشان أتأمنها، فأنا هون عم شوه هذا المفهوم، لأنه هي بثواني إذا ما كانت مرتاحة مع هذا الرجل حتدفع اللي فوق أو اللي تحت لتتركه، صح؟ بتصير ولا ما بتصير؟ تمام. هلأ يمكن دكتورة موضوع المهور بحس شوي ما كتير متمسكين فيه، ولكن مثل ما قالت نور هي يعني فكرة الزواج بحد ذاتها، وقد ما كنا عم نضيق التكاليف ونعملها على الضيق هي مكلفة جدا جدا طبعاً. يعني طبعاً. هي مئات أضعاف راتبنا اللي عم تكون حاليا، فهي هي الفكرة. إذا نرجع على كونه طرحتي فكرة الحل، دائما احنا بنرجع للأسرة، خلينا نحكي عن دور الأم اليوم كونه هي بتقضي الوقت الأكبر مع أولادها، وخصوصا يعني في علاقة مقربة دائما بين الأم والبنت، وبالحال العادية بنشوف الأم باللاشعور دائما بتقارن بينها وبين بنتها. يعني مثلا أنا وقت كنت بعمري كانت مخلصة أولاد، أنا لما كنت بعمري كنت بعرف سوي كذا. هي المقارنة اليوم قديش إلى تأثير نفسي وطابع سلبي نفسي على موضوع تأخر الزواج؟ تمام. هلأ نحن بلشنا بالعادات والتقاليد، السبب تبع غلاء المهور ما هو مغيب، هو موجود وكثير، بس بجوز ما موجود عندكم كوسط، موجود بالغالبية كونه الاستشارات اللي بتجينا نسمع منها قصص، فأنا بدي أحكي شيء من صلب الواقع. أكيد المجتمعات مفتوحة ومختلفة، أو أنه ترتيب الزواج للبنات أنه أنا ما بزوج الصغيرة قبل الكبيرة، طيب بركي هي مرتاحة والأمور تمام مع هذا الرجل فأنا بدي كفي هذا الموضوع. بيجي لمفهوم العائلة اللي عم تحكي حضرتك عنه، الأسرة، أنه أنا إذا في عندي سوء سمعة لأحد الأبوين أو للأبوين فأكيد حيشكل عندي نظرة سلبية لهي البنت، حتكون سبب من الأسباب سواء الذكر أو الأنثى بأنه تفاقم هذا الموضوع سوءا، أو أنه المواضيع اللي حكينا اللي هي متعلقة بتقدير الذات أو بحماية الذات. بس هون ما فيني قارن، ما فيني ذكرها للبنت دائما بهي المقارنة. ليش؟ أنا كأم مثلا قادرة أني كنت أفتح بيت بعمر 18، بنتي غير قادرة. بس لازم أوضح فكرة أنه إذا إجا شخص مناسب وهو عن جد يعني ما بينقل له لا، انه ما بدي كل شيء عليه واقول لا انا ما بدي اتزوج، يعني فيني كفي دراستي وهو هذا الشخص موجود، اذا كان شخص لا يفرط فيه ما باجل كل قصصي ومشاريعي. هي الفكره المغلوطه يلي البنات هلا عم يتبعوها، عم ينتقلوا لمرحله اللي هي انه انا بدي اساوي كل شيء، بدي اخلص دراستي وبدي اتوظف وبدي اعمل شغلي الخاص وبدي انا اكيد مع انك تساوي كل شيء بدك اياه، انما لما بيكون عم يجي لك عروض او في اشخاص مميزين كثير فحلو تكفي المشوار انت وياهم. يعني ما نو غلط، يعني انا وحده منهم لهدول الاشخاص اللي كفيت وبدعم زوجي، يعني انا كنت حاطه انه لا انا ما بدي اتزوج لخلص، انا بدي اعمل، انا بدي ساوي، بس لما اجى الشخص المناسب انا كفيت وشجعني، وبالعكس في شغلات انا ما حكيتها. يمكن منشوف الغالب عند الاهل انه انا ما بزوج بنتي هلا خلص جامعه تماما، هن من خوفهم. بس انا لازم يكون عندي بعين الاعتبار انه في اشخاص لا يفرط فيهم، هن بالعكس هن وجودهم الدعم لبنتي. ولازم علم بنتي كمان، بالذات البنت، يعني اكيد البنت الحكي موجه للبنت والشاب، بس البنت انه انا اسس فيها الاشياء النفسيه والاشياء التربويه والقيميه اللي هي تقدر تواجه فيها الحياه، مو بس شهادتها ووظيفتها هن اللي حيخلقوا لها الامان. انا اذا هي عندها وظيفه وعندها شهاده بس غير سويه نفسيا، شو بدها تعمل؟ هي ما حتقدر تواجه ولا اي مشكله. بس لما انا بكون بتنشئتها الاجتماعيه بشكل مزبوط وعم راعي فيها القيم والمناهج الاساسيه بالدين وبالاخلاق وبالقيم وبالتربيه وبكل شيء، فاكيد هي الشخصيه حيطلع منها اشياء كثير وحتقدر تربي جيل بعدين.
بالإضافة لأنه فكرة أنه البنت شو عم بيصير فيها، عم تقول أنه من قد ما هي شاغلة على حالها ومميزة أنا ما حدا بيستحقني. هلا هاي الألفاظ اسمعيها كثير عم تتكرر، أنا ما حدا بيستحقني، أنا كثير عاملة شغلات، وين بدي لاقي الشخص اللي بيناسبني؟ ما المفترض أنك حتلاقي فارس الأحلام 100%؟ كلياتنا بنحلم بقصص نحن ما بدنا نتجاوزها كأساسيات ومبادئ، بس مو يعني إذا في شغلات كثير مختلفة معناتها في مشكلة إني أنا ما أتقبل هذا الشخص. بالنهاية الأشياء كمبادئ المفترض تكون ثابتة، وباقي الأشياء رتوش ما في، يعني إذا كان في اختلاف ما هي كثير مشكلة عظيمة، ولازم يطلع بحياتنا مشاكل، حيطلع بكل الأحوال. صحيح. أخذتي فارس الأحلام ولا ما أخذتي؟ يعني حيكون في مشاكل، بس هون قدرتنا على التعامل مع مشكلة رح يفرق معنا بين إني أنا أكون حدا واعي ومشغول عليه، وبين إني أنا لا ما عندي أي شيء من جوا فارغة وسطحية. فهون حيفرق. هلا فهون الوظيفة كمان عم بتأثر، يعني إذا بتنتبهي أغلب الشركات الكبيرة بالبلد أول سؤال بتسأله للصبر عازبة ولا لا، صح؟ وإذا مو عازبة ما بتاخده. صح. فهي عم تساهم مجتمعيا بأنه يتكرس هذا المفهوم بشكل أكبر. وإذا ما تزوجتي ليش ما تزوجتي؟ وشو السبب؟ وليش لهلا؟ ففي أسئلة وفي تفاصيل هون بتختلف حسب ترتيب اولويات معناتها طبعا. ففي قديش في من اصدقائنا اولويتهم هن الدراسه والعمل واشياء ثانيه ما مفكرين بالموضوع، هلا هي حريتهم، بس نحن الشيء اللي عم نقوله انه اذا كان في خيار مناسب ما نوقف نكمل مشاريعنا مع وجود هذا الخيار. بنحمله مع بعض. ايوه تماما، هي الفكره. هلا بنجي لفكره الوضع الاقتصادي اللي حضرتك كنت عم تحكي فيه، قد ايه في عندنا مشاكل الوضع الاقتصادي اللي عمليا انا وانتم ما قادرين نلاقي له حل. يعني لو لقينا حلول جزئيه بسيطه هي عمليه تيسير بالاخير. عمليه تيسير. هلا اذا بدنا نحكي في نقطه كثير مهمه قلتيها انه هي حريه شخصيه، انا بدي اتجوز يا لا وعلى الطرفين. وامل يعني لما نقول احوال اقتصاديه هي عمليه تيسير كمان من الطرفين. بس للاسف اليوم يعني مفهوم الزواج وقتصية الزواج صارت مختلفة. يعني لما نقول سابقاً ما كنا نسمع بحالات طلاق، اليوم النسبة العالية كتير، نسبة التأخر بالزواج ونسبة الطلاق، هي فينا نقول الحالات أو العلاقات اللي بنشوف فشل على الأرض قديش كمان بتأثر على الناس اللي حابة تتزوج. إنه الزواج مش مثل ما يعني أنتم فاكرين، مثل الصور اللي بنشوفها. كتير السؤال حلو. مثل الصور اللي بنشوفها على الإنستا إنه اثنين بيحبوا بعض، لا الزواج موضوع مختلف. يعني كنت لك الصبية ما كنت فكرته هيك، يعني حتى في التزامات طلعت في قصص. حتى نحن استضفنا يمكن بحلقات سابقة مفهوم الطلاق، بدي لك المحامية أسباب الطلاق يعني سابقا على اليوم صارت مختلفة. عم نشوف في يعني في شيء مختلف، في أسباب ممكن تكون تافهة، في أسباب غير منطقية كمان. هذا بيأثر على الجيل الجديد. يعني طبعا. أنا ما بدي أتزوج لأنه الزواج مش هيك، أنا ما بدي أتزوج لأنه رفيقتي تزوجت وعملت عرس، أنا ما كل هاي أعمال يعني أشياء مترابطة. فقديش هاي الحالات اللي بنشوفها على الأرض الواقع بتأثر بنفسية الصبية أو الرجل اللي حابب فعلا يتزوج أو يتأخذ الزواج. تمام. هلا بتأثر، بس نرجع للفكرة اللي كنا عم نحكيها اللي هي التربية السوية. إذا أنا شاغلة بهذا الذكر أو الأنثى اللي أنا اللي هن أطفال، ما حدا عم يربي لحاله. نعم. يعني ما حدا عم يربي لحاله أكيد، بس في أساسيات. صحيح. مزبوط. صحيح. الأساسيات هي بتنطلق من الأسرة. فلما أنا بربي بشكل صحيح وبكون وما بتكون تربية، يعني أنا ما مع مفهوم تربية حديثة وتربية قديمة، لا مفهوم تربية سوية. صحيح. يعني من الأساس 100%. في تربية سوية ما في حديثة وقديمة. فلما أنا بشتغل عليها لما بتوصل البنت أو الشاب لأي صدمة أو انتكاسة بيتجاوزوها. هي الأشخاص يلي هي بتعتبر أنه فشل بهي التجربة هي انطلاقة جديدة، وهن هدول قد نسبتهم كتير قلال كتير. أما الصبايا التانيين أو الشباب بيعتبروا أنه كل البنات هيك، كل الشباب هيك اللي هن انتكسوا. فالقصة بصير فيها تعميم. طول ما أنا عم عمم فأكيد أنا ما رح أقدر أتجاوزها لهي المشكلة. بينما إذا أنا حطيت الأسباب اللي أنا ليش وصلت لهم فيها، 1 2 3، أنا بشو بدي حسن بحالي، أنا بشو غلطت، بجوز ما أكون غلطان أبدا، بجوز الطرف الثاني الغلطان. فهون بتبلش حالات اللوم وحالات التأنيب. وإنه هي الحالات قديش بتأثر على الحالات اللي الثمار بلشت ترتبط؟ يعني هي بتأثر على المجتمع مؤثر بشكل تمام. حتأثر كتير، بس لما بيكون في توازن. يعني لما مثلا لنفرض أنا أختي مرت بتجربة مثلا قاسية وأنا بنتي شافتها لهي الأخت، تمام، هي عم تمر، حتنقص فورا انه انا بدي افكر للمليون بهي التجربه. المفترض اختي لما مرت بهيك تجربه كمثال تقول اللي إلها واللي عليها، ما تورجي فقط الصوره السلبيه. وهذا الشيء صعب كثير انه نحن نجيب هدول الاشخاص ونخليهم يورجوا الصوره الايجابيه ويورجوا الصوره. صحيح. السلبيه. فانا بتولى المهمه وبوعيها
اني انا في عن... مو دائما الاشياء حتكون مثل ما بتشوفيها بالمسلسلات وبالافلام وبالانستا، لانه بالنهايه في واقع بدنا نعيشه، فانا ما فيني غيبة عن هذا الواقع. صحيح. ولازم يكون التوعيه بالدرجه الاولى من الاسره، بعدها من منابر المؤسسات الاجتماعيه والمنابر الدينيه وكل المنابر المسؤوله عن انها تعمل جلسات توعيه، يعني هي بالعموم. اما كوضع اقتصادي مثل ما كنا عم نحكي، كاشياء عم يعانوا منها الشباب، فاكيد التكافل الاجتماعي هو الحل هون، هو الحل بالعيله وحده، انه نحن نقدر نساعد بعض في عيال تساوي صندوق صغير قدرتها الشهريه مثلا تدفع 1000 ليرة. 1000 حناخذ أسوأ الاحتمال. كثير حلوه هي العاده، انه نحن طلع مبلغ اخر الشهر، مين محتاج اكثر شيء خده. قديش هي حلوه العاده، قد فينا نحن نساوي شيء. هي كحل مننا نحن، تقيلي انه نحن رواتبنا ما عم تكفي، في عنا ضغوطات، اوكي، بس هي ما رح تساوي شيء، بالعكس رح تعزز علاقه اجتماعيه وتساوي ود وتساوي الفه، وربما تحل احد الاشخاص الموجودين. تماما. منجي لفكرة الوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وكل أنواعها. أكيد لما أنا بصير في بس لقصص كتيرة بتروج أنه أنت فيكي تعيشي لحالك وطلبي المساواة، طلبي المساواة مع الرجل. نحن ما بدنا مساواة، نحن بدنا عدل. في فرق بيناتهم كتير هدول اللفظين. ولما نحن بنطلب العدل ما نقرب على شيء نحن ما قلنا فيه وجهة نظر، يعني مثلا في أشياء حركات مثلا نسائية دعت لأنه الرجل يمحى يضل خارج النطاق. أنا فيني ساوي كل شيء بدون الرجل، ليش؟ يعني أنا قادرة ساوي أشياء كتيرة، بس إذا كان هذا الود موجود بين الرجل والمرأة والرحمة اللي هي أساس ديننا، فليش لحتى ما تكون موجودة؟ يعني شو الشيء اللي بيمنع وتأسيس هي العائلة ولوين رايحة؟ فأنا كتير المفترض وعي من هي القصص، لأنه الصبايا والشباب عم بيشوفوا أشياء. طب اختمي ببعض نصائح مهمة لكل الصبايا والسيدات، يعني بعض النقاط الأساسية لهيدا الموضوع قديش مهم. يعني اللي حابة فعليا يتزوج أو تأخر بالزواج، في كتير من التفاصيل مثل ما قلنا، يمكن يعني تجهل الصبية أو الرجل، في معتقدات للأسف وعادات تقاليد ودور مجتمع وبيئة بيلعب دور. تمام. أنه أول شيء ما نتأثر بغيرنا بالتجارب السلبية، بالعكس نعتبرها درس. يعني رفيقتي بشو غلطت، اختي بشو غلطت، انا كلها حطها بعين الاعتبار واشتغل على حالي. منبر التطوير الشخصي هو الاساس ليخليني انا افكر بموضوع الزواج، تاهيل ما قبل الزواج اللي هي المفترض تكون مبادرات على نطاق واسع. طيب اوكي، نحن ما عندنا حدا يعمل هاي المبادرات، انا كفرد انا بروح بعمل هذا الشيء عند مؤسسه مجتمعيه وبقول لهم انا شو الاساسيات اللي لازم ساويها، لانه القصه ما انا كلمه وكلمتين، القصه هي برامج. فانا لما باخذ هاي الاساسيات بعرف الطرف الثاني كيف عم بفكر وكيف لازم اتعامل وعن شو مسموح اني اتنازل وعن شو مو مسموح. يعني قديش في عنا نحن من اصدقائنا من معارفنا من عيالنا وصلوا لهي المرحله العمريه وهن عم يعانوا من الانطواء ومن الخجل ومن الخوف او من طريقه عدوانيه عم تشكل رده فعل عن اي حدا بيسالها تزوجتي شو في حدا. هي الالفاظ كلها اللي كنا احنا عم نحكيها قد ايه هي بتاثر سلبا على الرجل وعلى المراه، قد ايه بتوصلهم لمرحله من الحرمان العاطفي، بحسسوا الشخص بحاله في شيء غلط. لو في شيء غلط، اول شيء في اشياء قدريه، يعني احنا والله كمان حلوة. يعني في كلمه مثلا والله حلوه يا حرام، ليش مهلا ما تجي عن جد انه هن اغلبهم بيكونوا حلوات. والله ظريفه والله دارسه هيك بيقول لك انه ضيعانه بيقول لها هيك بوشها، يعني هيك بيقول عادي طبيعي. قد ايه قاسيه. طب هي انا لو انا كنت قاعده عم اقولها هذا اللفظ، مين المسؤول عن اني انا قلتها؟ تربيه الابوين. لما انا بدي اسمعها من الابوين ولما بدي اكون ما مؤسسه بشكل اخلاقي مزبوط اكيد رح انا اقولها. ممكن اغلط غلطه بس ما اكررها، يعني فرضا اني انا ما تاثرت بالابوين، في غلط وفي اعتذار، نفعل هون ثقافه الاعتذار. بس هون الاثار اللي هي عم تلحقهم يعني ما بس مؤذيه نفسيا، مؤذيه على كل الاصعده. يعني لما انا ببطل روح مشوار حفله، لما ببطل روح على جمعه، لما ببطل روح مع رفقاتي لانه هن كلهم تزوجوا الا انا، بدهم يقعدوا يسالوني هلا ويفوتوا بتفاصيل بتحس بالغربه عن جد. حتى مشكله السفر، يعني مشكله السفر مشكله كبيره لكثير من الشباب والصبايا اللي ساووا بلشوا يساووا جروبات للزواج، اذا انتم بتشوفوها او بتتابعوها. تمام. فصار انه حل من الحلول انه لا الصبيه او الشاب انا ما بدي اعمل كثير اشياء لاقدر اخلص. واكبوا مع بعض وساووا مع بعض لما بيكون في خيار جيد، لان بكل الاحوال ما حتلاقوا الخيار 100%. فطول ما نحن عم نشتغل صح حنوصل للنتائج اللي بدنا اياها. بالاضافه لفكره انه النضج ما متعلقه
بعمر معين، متعلقة بمجموعة بقصص التنشئة الاجتماعية يلي أخذها الطفل أو الطفلة، فممكن تلاقي نضج مبكر كتير عند أشخاص النواعيين بس صغار كتير، والعكس. فالفكرة مو بالعمر هون، فكرة أنه أنا عندي استعداد أو لا. وما ضلني بعيدة عن هاي المبادئ الدينية، يعني لما أنا بدي أسمع أنه أوكي ما عادي أنه صار في علاقات قبل الزواج وأنه تروج لها كتير، فأكيد حيصير الموضوع شوي تاني عادي. صحيح، صعب. فهذا صعب. الموضوع كمان مزعج، عوامل كتير عم تأثر، عم تتدخل بموضوع تأخر الزواج. يمكن بمجتمعنا السوري إذا بدنا نحكي هو الأوضاع المعيشية والاقتصادية بتصور هي حتكون على سلم المعوقات. صحيح. بعدها يمكن بتوقع بدها تجي نظرة يمكن المثالية للصبية أو البنت لموضوع الزواج، يعني نتقبل الطرف الآخر بعيوبه مثل ما أكيد بيقولوا، يعني مواصفات خيالية لأنه اللي عم تنحط ومقارنة باللي عم يشوفوه، يعني هو شيء طبيعي لما بدي أشوف هيك أنا بدي صير حط طلبات خيالية. أكيد أنا ما عم قلكم لتقدروا ذاتكم، بس كونوا كمان واقعيين ولا تاخذوا الشخص على أساس المال، انه في شيء بعد فتره ممكن يزول. انتوا الاساس هو الصح، يعني ممكن تقولوا لي انه هذا الشيء مبالغ فيه، نحن بحاجه، اكيد كلنا بحاجه، بس ما تكون المعيار الاساسي اللي صحيح. بيقيم لي هذا الشخص. بالختام بدنا نشكر وجودك لليوم دكتوره لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لكم. اكيد.